معنا العام اللي فات وجاهزين شخصي شعبان بكل من حضر معنا افتتاح هذا الصالون في طبعته الرابعة من شركاء فاضل أصحاب وكالات السياحة والأسفار من زملاء إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذين أحييهم من زملاء إطارات مختلف القطاعات المتدخلة والمشاركة في تنظيم عملية الحج من زملاء إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة ممن ساهم معنا في تنظيم هذه الطبعة من كشافة وحماية مدنية وأعوان الصحة ومختلف المواطنين الذين حضروا معنا هذا اللقاء وباسمهم جميعاً أرحب وأحيي من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوفادة عليه في هذا الموسم حجاج بيت الله الحرام الذين يحضرون معنا طبع فعاليات هذه الطبعة من طبعات الصالون الدولي للحج والعمرة. أسأل الله عز وجل آبائي أمهاتي أن ييسر لكم هذه الرحلة المباركة الميمونة وأن يتقبلها منكم إن شاء الله وأن يعينكم على أدائها وأن يرجعكم ويعيدكم إلى وطننا سالمين غانمين إن شاء الله بالحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور. اللهم آمين. أيها الحجاج الأفاضل، يعقد هذا النشاط من أجلكم. الصالون الدولي ينظم ويشارك فيه إخواني أصحاب وكالات السياحة والأسفار ويشارك فيه أيضا المتعامل السعودي الذي يقطع المسافات ليقدم أمامكم عروضه في السكن وفي الإعاشة وفي مختلف الخدمات، وتشارك القطاعات الوزارية ممثلة في المديريات العامة كالمديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية والمديرية العامة أو وزارة الصحة وغيرها من القطاعات المتدخلة في تنظيم عملية الحج. الجميع يأتي هنا ويعد لهذا اللقاء أيام بل ربما شهور من أجلكم أنتم لتقديم مختلف التوجيهات ومختلف النصائح التي تعينهم في هذه الرحلة الإيمانية من الوقاية من ربما حر الشمس أو الحفاظ عن صحة الحاج من الأمراض المتنقلة في هذا المؤتمر العالمي الذي يضم مجتمعات شتى أو في فضاء مؤتمر الحج الذي شاهدنا مع بعض جانبا منه وهو العمل الذي تميز به الديوان الوطني للحج والعمرة العام الماضي وهو محاكاة عملية حقيقية لما يلاقيه الحاج من عناء ومشقة في البقاع المقدسة. إذ أحسن إخواني إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة في هذا الفضاء الفسيح بتدريب الحجاج الذين حضروا هذا اللقاء واستفادوا من تجربة مؤتمر الحج فعايشوا هذه المراحل ووقفوا على بعض المشاق التي يجدها الحاج في البقاع المقدسة، يعني عند وصولهم إلى المطار أو تنقلهم من المطار إلى الفندق. إذن هو فضاء تدريبي يجعل المرء يجعل الجزائري المسلم الأصيل يعني يتدرج في حب دينه التمسك بأصالته من خلال هذه المظاهر
من خلال هذه الأنشطة التي فعلا تجعله ذلك الجزائري المسلم الذي يحب وطنه والمخلص لدينه ويعتز بهذا الدين. إذن هو فضاء فيه غرس للأخلاق، فضاء غرس فيه غرس للقيم، فضاء فيه بعث لذلك الجزائري الذي نود جميعا من قلوبنا أن يكون خير سفير لوطننا. لا أطيل على إخواني، وأنا أستهل هذا افتتاح هذا الصالون بهذه الكلمات لنقول أيها الأحبة، إن إخوانكم في الديوان الوطني للحج والعمرة ومعهم جميع الشركاء من وكالات السياحة والأصفار ومن قطاعات وزارية مختلفة، كلهم يقدمون هذه الجهود لخدمة ضيف الرحمن، هذا الضيف العزيز، هذا الضيف الذي هو تلك الصورة الجميلة الناصعة على عن هذا الوطن العزيز الذي أسأل الله عز وجل أن يديم أمنه واستقراره إن شاء الله، وأن يجعله آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين. دخول تطبيق التأشيرة الإلكترونية ابتداء من اليوم إن شاء الله راح يكون هناك تطبيق لهذه التأشيرة الإلكترونية بدون الاستيكر التأشيرة نفسها العمرة، راح يكون هناك تأشيرة إلكترونية وموجبة يخول للمعتمر والحاج دخول المملكة العربية السعودية. إذن الحمد لله، يعني من سنوات بدأنا وتدرجنا في الحج الإلكتروني، الحج الذكي، نسمي هذه السنة الحج الذكي، كان بدءا بالإسكان الإلكتروني حيث مكننا الحاج من حجز غرفته من مسكنه، ووصلنا إلى التأشيرة الإلكترونية التي بدأت من العمرة الآن وستطبق إن شاء الله في موسم الحج هذا العام، هذه السنة إن شاء الله. إخوانكم في الديوان الوطني للحج والعمرة سيعلنون لكم عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة وصفحته في مختلف وسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي مختلف الخطوات العملية التي إن شاء الله سترافقكم إلى نهاية أداء هذه الشعيرة وهذه الفريضة المباركة. بالأمس ويحضر معنا السيد المدير العام للشبكة ببنك الجزائر انطلق الحجاج في عملية دفع تكلفة الحج الموحدة ببنك الجزائر، وأيضا إخواني في وزارة الصحة والسكان يستقبلون يوميا أعداد الحجاج من أجل إجراء الفحوصات الطبية، وسيعلن قريبا إن شاء الله عن البدء في استقبال ملفات الحجاج لإعدادها من أجل التأشير عليها في وقت لاحق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة، أو الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة،